المسائية من قناة اليوم، أهلا بكم مشاهدينا. والبداية من العناوين. ملايين الناخبين الأمريكيين يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، وحظوظ المرشحين تبدو متقاربة. ضربات جوية إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة من جنوب وشرق لبنان، وحزب الله يعلن قصف مواقع بشمال إسرائيل. التلفزيون الرسمي السوري يعلن تعرض مدينة الأقصير بريف حمص لهجمات إسرائيلية وسط أنباء عن إصابات. طهران تعلن وفاة الإيراني الألماني جمشيد شارمهد قبل إعدامه، وتدهور الوضع الصحي للناشطة نرجس محمدي. أهلا بكم. نبدأ من الولايات المتحدة، حيث تستمر عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الثلاثاء وسط تقارب حظوظ المرشحين بالفوز وفق استطلاعات الرأي. وتوجه ملايين الناخبين الأمريكيين صباح الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع لاختيار الرئيس القادم للبلاد خلفا للرئيس جو بايدن، حيث يتنافس مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب مع المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس. ويبدأ أول غلق لمراكز الاقتراع في 7 مساء بتوقيت شرق أمريكا، ومن المتوقع أن تستغرق عملية الإعلان عن النتائج الرسمية بعد الفرز بعض الوقت نظرا للزيادة المتوقعة في التصويت. ومع انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، تسيطر حالة الترقب على الشارع الأمريكي، لا سيما أن ترامب وهاريس متقاربان في استطلاعات الرأي، مما يصعب التنبؤ باسم الفائز في السباق الرئاسي. فيما سعى كلا المرشحين لاستقطاب الناخبين العرب خاصة في الولايات المتأرجحة لتبقى النتيجة معلقة لنهاية السباق الرئاسي. أماني بكير والتفاصيل. انطلقت صباح اليوم انتخابات الرئاسة الأمريكية. الناخبون الأمريكيون من أصول عربية، والذي يقدر عددهم بما يقارب 3 مليون ناخب، يتمتعون بموقع مميز خاصة في الولايات المتأرجحة التي تحسم بفارق بسيط من الأصوات كميتشيغان وبنسلفانيا، خاصة أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذه المرة هي الأكثر تنافسية في التاريخ الحديث، فلم يسبق أبدا أن تقاربت استطلاعات الرأي بين المرشحين كهذه الانتخابات. أعتقد أن المجتمع العربي الأمريكي سيكون هو الخيار الحاسم في ولاية ميشيغان، لذلك لأولئك الذين يقررون عدم التصويت أو لأولئك الذين يقررون التصويت لصالح جيل ستاين، فإن عدم التصويت أو التصويت لمرشح من طرف ثالث هو تصويت لصالح دونالد ترامب. وعلى صعيد المجموعات العربية، فقد تشرذم جميعها ولم يتفقوا على موقف واحد. حملة ترفع شعار التخلي عن بايدن لتدعو للتصويت في صالح ترامب، وأنه سيكون تصويتاً عقابياً للديمقراطيين ليدركوا الدرس العربي جيداً. وهذه مجموعة رغم دعم الحزب الديمقراطي للحرب في غزة تتجه بقوة للتصويت لهاريس حتى لا يفوز ترامب، الذي توصف مواقفه بالعدائية ضد المسلمين والمهاجرين بشكل عام. وهناك مجموعة تؤيد مرشحة حزب الخضر جيل ستاين ذات الأفكار والتوجهات التقدمية الناقضة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط للحزبين الرئيسين. من لا يلعب لا يربح، والمواطن العربي ما زال خارج يعني هذه اللعبة السياسية، حتى لو كان صوته اليوم ضروري جدا، يعني نتكلم عن 200,000 ناخب عربي في ميشيغان، وقد يكون هناك النتيجة يعني الفرق الأصوات للرابح مقابل الخاسر بضعة آلاف، فهناك أهمية لهذا الصوت،
لكن للأسف محض صدفة، ليس بسبب العمل أو يعني أن يكون هناك لوبي. يميل بعض العرب الأمريكيين لدعم الديمقراطيين بسبب مواقفهم المتعلقة بالهجرة والحقوق المدنية التي ينظر إليها على أنها أكثر انفتاحاً، فيما يميل آخرون لدعم الجمهوريين لميولهم المحافظة والاعتبارات اقتصادية. لا يمكن القول بأن هناك موقفاً موحداً يشمل كل العرب الأمريكيين، ومع ذلك يمكن القول أن صوت الناخب العربي هذه المرة ارتكز على موقف المرشحين في انتخابات الرئاسة الأمريكية من الأزمة في الشرق الأوسط. أماني بكير لقناة اليوم من العاصمة الأمريكية واشنطن. وحول هذا الموضوع ينضم إلي من كنتاكي دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موريس تايد. مرحبا بك دكتور. تحياتي دكتور إحسان. يعني خلال متابعتك للساعات الأولى من عملية التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية، لو تطلعنا على قراءتك لهذه الانتخابات وصدى الشارع الأمريكي لديكم. الفريق البيض الابيض يمر بولايه من ولايتين، المرشح لا يصل البيض الابيض الا اذا ربح ميشيغان او بنسلفانيا، فلذلك اهميه ميشيغان في هذه الانتخابات. المشكله اليوم انه هناك مجتمع منقسم، نتائج متقاربه، لذلك الاقليات تلعب دور مهم جدا في الانتخابات. الى الان نحن في مجال الخطا الحسابي، هناك غضب عند العرب المصريين، فبنهايه المطاف هم لن ينتخبوا الحزب الديمقراطي، ولكن هل ينتخبوا ترامب؟ هذا هو السؤال. وبعض منهم يقول ينتخبوا ترامب، والبعض الاخر يقول ينتخب جيل ستاين. دكتور إحسان، يعني بالحديث عن الولايات، يعني كما تعلم حضرتك هناك ولايات محسوبة على الحزب الجمهوري وأخرى محسوبة على الديمقراطي، وأيضا هناك ولايات متأرجحة. هذه الولايات المتأرجحة اليوم خلال هذه الأشهر من العمليات والجولات ويعني الخطابات من قبل المرشحين، هل تعتقد أن كلاهما أو إحداهما استطاع من خلال خطاباته أن يجذب هكذا ولايات متأرجحة؟ اليوم الاستطلاعات كلها تثبت أننا ما زلنا في مجال الخطأ الحسابي، يعني جميع الاختصاصيين في هذا المجال يعني يترددوا في حصد المعركة لهذا أو ذاك، لأنه الخطأ الحسابي يعني 3% فرق، يعني هو في حدود 3% بداخل الخطأ الحسابي، يعني لو كانت الفرق كبيرة كما عندما انتخابات مع موضوع بايدن كان سهل الموضوع جدا، ولكن اليوم النتائج متقاربة جدا وهذه المشكلة. أيضا دكتور إحسان، يعني بالنظر إلى ما يؤثر على الناخب الأمريكي ومزاجه، يعني والملفات التي هي بأيدي المرشحين، يعني من طرف الرئيس ترامب، المرشح ترامب هو بيده ورقة الاقتصاد وأيضا ملف الهجرة الذي استطاع وفق رأي محللين أن يوجهه بطريقة جيدة ومناسبة له وممارسة ضغوط على المرشحة الديمقراطية، وبالطرف الآخر هناك كامالا هاريس وبيدها أيضا ملف الإجهاض. بالنظر إلى المزاج الناخب الأمريكي، وهذه الملفات برأيك ما هي الشغل الشاغل للأمريكي الذي سيدفعه من بين هذه الملفات يعني للتصويت لأحد المرشحين؟ الاقتصاد هو الاساس، الاقتصاد هو الاساس، ولكن السؤال اليوم هو هل تشارك المراه بشكل استثنائي؟ يعني بما انه نتائج متقاربه، اذا شارك المراه بشكل استثنائي ربما تساهم في هزيمه ترامب، يعني انتهاء حق الاجهاض الفيدرالي، حق الاجهاض كحق دستوري، يعني اثار حفيظه عدد كبير من النساء. اليوم هو السؤال هل تقوم المرأة بهزيمة ترامب؟ لكن هي الانتخابات يعني محورها دائما الاقتصاد، والمرأة أيضا تهتم بالاقتصاد، سجل ترامب اقتصاد أفضل، وهذا يساعد ترامب. النتائج ما زالت متقاربة، أنا أعتقد الاقتصاد هو الأهم، ورجح نجاح ترامب.
طب ماذا دكتور أحسان عن فترة الرئاسة السابقة لدونالد ترامب؟ يعني كما تعلم حضرتك لم تكن يعني فترته الرئاسية مستقرة نوعا ما، يعني هناك من وصفها بالفترة المتهورة أيضا، وهذه الفترة يعني ما زالت راسخة في مخيلة الناخب الأمريكي. هذه الورقة هل من الممكن أن تؤثر أيضا على رأي الناخبين الأمريكيين؟ يعني شوف، الجميع في امريكا يعرف من هو ترامب اليوم، لا احد في امريكا لا يعرف من هو ترامب. السؤال هو من الذي يستطيع ان يدفع، هناك نسبه كبيره من الامريكيين الذين يحق لهم الانتخاب، لا يشارك في الانتخابات، يعني اعلى نسبه للمشاركه كانت 60%، بعتقد 65% في الانتخابات 2020، معناتها هناك عدد كبير من الذي يحق لهم الانتخاب لا ينتخبوا. السؤال هل يستطيعوا تحفيزهم؟ هل تستطيع كامالا هاريس ان تحفزهم؟ هل يستطيع ترامب حافظهم؟ هذا هو السؤال. نعم، من كنتاكي دكتور أحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستايد، شكرا جزيلا لك. هذا ويترقب العالم نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويبدو أن السباق نحو البيت الأبيض بات يشكل مفترق طرق أمام الإدارة الأمريكية سواء لدى الديمقراطيين أو الجمهوريين، على اعتبار أنها تتزامن مع ملفات شائكة كحروب أوكرانيا ولبنان وغزة، إضافة لقضايا أخرى مثل الوضع في سوريا. ينتظر العالم خلال الساعات المقبلة نتائج الانتخابات الأمريكية التي قد تفضي إلى تغييرات كثيرة من شأنها رسم معالم جديدة في الشرق الأوسط، سواء بقيت مفاتيح البيت الأبيض بيد الديمقراطيين من خلال المرشحة كامالا هاريس أو انتقلت إلى الجمهوريين وممثلهم المرشح دونالد ترامب الرئيس السابق في ظل التطورات المتسارعة حول العالم. فعلى الرغم من الطابع المؤسساتي في الإدارة الأمريكية، إلا أنه ثمة عناصر ثابتة لدى جميع الإدارات المتعاقبة لا تتبدل بسهولة مع تبدل رؤسائها بعد كل انتخابات رئاسية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما لوحظ جلياً من خلال دعم إسرائيل على سبيل المثال التي تخوض حرباً على جبهتي قطاع غزة ولبنان وربما لاحقاً مناطق أخرى. ففي وقت تشهد ملفات حروب أوكرانيا وقطاع غزة ولبنان مزيداً من التعقيد، يبقى الملف السوري الشائك من القضايا المهمة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة، خاصة في ظل الوجود الأمريكي هناك. المحلل السياسي مصطفى رستم قال في تصريحات لليوم إن نتائج الانتخابات الأمريكية ستؤثر بشكل حتمي على المشهد في سوريا، وهو أمر عززته تصريحات كامالا هاريس بأنها ستدعم بقاء القوات الأمريكية هناك في حال فوزها. أما في حال فوز ترامب فمن الممكن أن يشهد التواجد الأمريكي حالة من إعادة الانتشار أو الانسحاب. وعن احتمالية تغير الأوضاع في شمال وشرق سوريا بعد الانتخابات الأمريكية، أكد مدير مؤسسة كرد بلا حدود كادار بيري في حديث لي اليوم أن المجمع الرئاسي الأمريكي لن يسمح لدونالد ترامب بالفوز هذه المرة على خلفية تصرفاته السابقة، خاصة إعطاؤه الضوء الأخضر لتركيا باحتلال مناطق واسعة في الشمال السوري. بيري أضاف أنه من المصلحة الأمريكية في الوقت الراهن ولغاية العامين القادمين أن تبقى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال شرق سوريا على وجه التحديد من حيث الجغرافيا والسياسة الأمريكية على ما هي عليه الآن، وذلك بهدف الحفاظ على تواجدها في المنطقة. أما بشأن القضايا الساخنة في الشرق الأوسط كالحرب في غزة ولبنان وتداعياتها، قال الخبير في العلاقات الدولية محمد اليمني إن الانتخابات الأمريكية تلعب دوراً مهماً في المنطقة، وإن الإدارة الجديدة تقف أمام مفترق طرق، معتبراً أن هذه الانتخابات ليست كسابقاتها لما لديها من أهمية على الملفات الداخلية والخارجية لأمريكا. وأيضا حول هذا الموضوع ينضم إلي من عمان أريج جابر أستاذة العلوم السياسية، مرحبا بك سيدة أريج.
أهلا ستي، يسعد مساكي. أهلا أهلا بك سيدة أريج. الانتخابات الآن تجرى في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن دول العالم بأجمعها تترقب النتيجة وتنتظر القادم إلى البيت الأبيض. ما هي أهمية هذه الانتخابات اليوم بشكل خاص لدول الشرق الأوسط؟ نعم بالتأكيد، هذه الانتخابات ليست كسابقاتها من الانتخابات المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لما تعانيه منطقة الشرق الأوسط من أزمات وخاصة المنطقة العربية في ظل العدوان الإسرائيلي يعني المفتوح على عدة جبهات بما فيها قطاع غزة ولبنان، ومرشح أن ينضم لها عدة جبهات أخرى، يعني وهذا يعتمد على من سيفوز ونتائج الانتخابات الأمريكية. بمعنى أن المنطقة العربية على صفيح ساخن، نتائج الانتخابات بشكل أو بآخر ستتأثر بشخص من هو قادم للبيت الأبيض. فهناك يعني إذا في حال فوز ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، فهو سيكون مؤيد لتغيير وجه الشرق الأوسط وإجراء تغييرات واسعة بما يخدم مصالح الكيان المحتل في المنطقة العربية، على خلاف هاريس التي ستسعى ل استعادة يعني والحفاظ على الدور الأمريكي والسعي نحو ترسيخ قواعد السلام، مع أيضا مع الحفاظ على بقاء وأمن الكيان المحتل، ولكن بلغة أكثر يعني أكثر دبلوماسية وأكثر سلاما من سابقها ترامب. نعم سيدة أريج، يبدو أن يعني كما يعني كأنه السؤال الآن الذي يسود يعني أغلب العالم اليوم، يتساءلون ما مصير حرب غزة ولبنان في حال تم تحديد يعني شخص الرئيس القادم في الولايات المتحدة؟ سيدتي يعني هناك يعني يعتمد على الشخص القادم. في حال كان ترامب، يعني ترامب كما صرح عدة مرات في لقاءات له مع ناخبيه، تحدث بأنه سيسارع ويعجل في إنهاء ما يحدث على جبهة لبنان، وسيحاول قدر ما أمكن ترسيخ أسس الحل السلمي وفقا لقواعد الأمم المتحدة والقرار 1701، وذلك لأن هناك مصلحة بإنهاء هذه الجبهة، وهو يعلم الإمكانات التي يمتلكها حزب الله والضربات الموجعة التي يلحقها بالكيان المحتل. أما جبهة غزة فترامب معني بأن يستمر هذا العدوان، ومعني أكثر بأن يخلق يعني وطنا بالكامل للشعب اليهودي ولإسرائيل، بما يتضمن تعميق حالة الاستيطان وتوسيع يعني الترانسفير والتهجير والقيام بما هو معروف بصفقة القرن، ولكن بنسخة أكثر تعديلا وأكثر اتساعا لصالح الكيان المحتل. أما في حال يعني كانت كاميلا هاريس، يعني نعم هي كما قلت يعني كلاهما وجهان لذات العملة، سيحافظان على أمن الكيان ويدعمانه بالقدرات العسكرية والاقتصادية اللازمة، ولكن هي ستحاول قدر ما أمكن أن تقلص يعني حجم التورط الأمريكي بالمنطقة، وستسعى إلى خفض حدة التصعيد والتوتر على كلا الجبهات، سواء كان في قطاع غزة وحتى في لبنان، ضمن صياغة اتفاقية وضمن لربما بقرارات أممية عبر مجلس الأمن أو يعني الجمعية سيد العامة. سيدة أريج، هل يمكن اعتبار ما تفضلت به أن كمالا هاريس هي الأنسب، سياستها وسياسة الحزب الديمقراطي هي الأنسب للشرق الأوسط؟ يعني نحن لنا خبرة سابقة من خلال بايدن وهو ممثل للحزب الديمقراطي، ولكن بايدن كان بمثابة يعني دمية الخيوط بيد يعني بيد الوزراء وبيد الفريق العامل معه، وزير الدفاع ووزير الخارجية والدولة العميقة داخل الولايات المتحدة واللوبي الذي يتحكم بالمشهد، فلم يكن على قدر يعني التحديات التي وجدت في هذه المرحلة، والتفت بشكل متأخر جدا للشرق الأوسط والصراعات القائمة في الشرق الأوسط، فلم يجد خيار إلا أن يقدم دعما سافرا لهذا الكيان المحتل. لكن يعني بشكل منطقي هاريس يعني تبدو أكثر عقلانية وأكثر منطقية من خلال يعني الطروحات التي قدمتها، فلربما هي ستكون الأنسب في هذا الوقت، لكن مدى الدولة العميقة في الولايات المتحدة، هل ستسمح بأن تكون هاريس هي سيدة البيت الأبيض؟
هل ستسمح يعني لأن تحكم سيدة الولايات المتحدة وتحكم العالم؟ المشهد يعني يعتمد على هذا السياق. نعم. نعم. طب سيدة أريج، من خلال متابعتك للمجريات ويعني قراءتك، من تتوقعين أن يكون القادم الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني ما يتم الإشارة إليه من خلال الإحصاءات وخلال القراءات الإخبارية بأن هناك تقدم يعني طفيف لصالح حرس، ولكن أنا حتى اللحظة أجزم بأن القادم هو ترامب وليس حرس. يعني ردود الفعل الداخلية وحفاظا على يعني تماسك الولايات المتحدة الأمريكية وعدم الذهاب نحو تشتيت وتفتيت وحدة هذه الولايات يستدعي البقاء على ترامب كرئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يعني هذه صناديق وتحمل مفاجآت، فلربما سيكون يعني الفوز لصالح حرس، ولكن يعني سيكون يعني هذا ضمن قراءة مختلفة للحدث. يعني سيكون يعني إذا ما في حال دعمت بشكل واضح من اللوبي الصهيوني، من العرب والمسلمين، من أيضا الولايات المتأرجحة يعني بحسب ما يتم التداول حاليا. نعم. من عمان أريج جبر، أستاذة العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان، وذلك تزامنا مع معارك محتدمة في الجنوب، فيما قال حزب الله أنه نفذ عدة ضربات صاروخية على مواقع وتجمعات عسكرية على الحدود وفي شمال إسرائيل. في خضم الصراع الدائر بين إسرائيل وحزب الله، تتواصل الهجمات وتزداد حدة التوترات بين الطرفين، مخلفة المزيد من القتلى والجرحى والأضرار المادية لكلا الجانبين، ولو أن حصيلة الخسائر في لبنان تفوق تلك المسجلة لدى السلطات الإسرائيلية بحسب البيانات الرسمية. الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قالت إن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من لبنان وتحديدا في جنوب وشرق البلاد، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية منذ تشرين الأول أكتوبر العام الفائت إلى 3000 قتيل وأكثر من 13,490 جريحاً. وتتزامن هذه الهجمات مع معارك محتدمة بين قوات إسرائيلية متوغلة وعناصر من حزب الله في مناطق بجنوب لبنان، أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين. حزب الله من جانبه أعلن قصف مواقع وتجمعات عسكرية على الحدود وفي شمال إسرائيل، بما في ذلك موقعا البغداد والمطلة، إلى جانب استهداف شمال مدينة صفد برشقة صاروخية. الجيش الإسرائيلي قال بدوره إن قواته اعترضت صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه خليج حيفا، فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من شمال إسرائيل. ويوم الاثنين أعلن الجيش رصده إطلاق 90 قذيفة صاروخية على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان الثلاثاء بنصف الجيش الإسرائيلي 37 بلدة وتدمير أكثر من 40,000 وحدة سكنية بشكل كامل في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة اللبنانية أن عمليات الجيش الإسرائيلي هذه حدثت في منطقة بعمق 3 كيلومترات تمتد من الناقورة على البحر حتى مشارف بلدة الخيام شمال شرق بلدة كفر كلا في جنوب لبنان. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قيام الجيش الإسرائيلي بتفجير أحياء بكاملها في قرى لبنانية حدودية.
قالت وسائل إعلام فلسطينية ومسعفون أن الضربات الإسرائيلية على أنحاء قطاع غزة أسفرت عن مقتل 30 فلسطينيا على الأقل منذ ليل الاثنين الثلاثاء، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي يشدد حصاره على المناطق الشمالية من القطاع وسط أوامر جديدة بالإخلاء لمن لم يغادر بيت لاهيا بعد. أفادت وكالة الأنباء الرسمية سانا أن قصفا إسرائيليا استهدف المنطقة الصناعية في القصير بريف حمص وسط سوريا. من جهته أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إسرائيل استهدفت بعدة غارات مستودعات في المدينة الصناعية بالقصير ومباني عند أطراف مدينة القصير في أو قرب الحدود السورية اللبنانية وسط معلومات عن وقوع خسائر بشرية. من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي أنه قصف مستودعات تخزين أسلحة لحزب الله اللبناني في منطقة القصير بسوريا. جاء ذلك بعد يوم من مقتل عنصرين وإصابة 5 آخرين من جماعة حزب الله اللبناني بغارات إسرائيلية استهدفت 3 مزارع في محيط السيدة زينب بريف العاصمة دمشق. فقد مدني حياته تحت وطأة التعذيب في سجون الحكومة السورية بعد اعتقال دام 9 أعوام. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن مدنيا ينحدر من بلدة نافعة بريف درعا الغربي جنوب سوريا فارق الحياة تحت وطأة التعذيب داخل سجون الحكومة بعد اعتقاله من قبل قوات الحكومة قبل 9 أعوام دون معرفة التهم الموجهة إليه. ويأتي ذلك بعد أيام من فقدان شاب ينحدر من مدينة الحراك بريف درعا الشرقي لحياته تحت وطأة التعذيب على يد قوات الحكومة السورية داخل سجون المخابرات الجوية في العاصمة دمشق. وبحسب إحصائيات المرصد السوري فقد ارتفع عدد الذين قضوا تحت وطأة التعذيب داخل سجون قوات الحكومة السورية إلى 50 شخصا منذ مطلع العام الجاري. دعا رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى تعديل دستوري يسمح لرئيس النظام رجب أردوغان بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. وتحدث بهجلي في كلمة أمام نواب البرلمان من حزبه عن ضرورة بحث تعديل دستوري للسماح لأردوغان بترشيح نفسه مجددا في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028. ويقضي أردوغان الفترة الرئاسية الأخيرة التي يسمح بها الدستور ما لم يدعو البرلمان إلى انتخابات مبكرة. وتشوب الانتخابات في تركيا عادة خروقات خاصة من جهة عدم استيفائها لمعايير النزاهة والشفافية بالإضافة إلى محاولات لتغيير نتائج الانتخابات أو الانقلاب عليها لاحقا. أعلنت السلطات الإيرانية وفاة المواطن الإيراني الألماني جمشيد شرمهد الأسبوع الماضي قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه في إيران. يأتي ذلك فيما كشف محامي الناشطة الإيرانية نرجس محمدي عن تدهور حالتها الصحية في سجن إيفين. بدون حسيب ولا رقيب ترتكب السلطات الإيرانية انتهاكات صادمة للحق في الحياة في سجونها عبر التعذيب والمعاملة السيئة، إضافة إلى تعمد حرمان السجناء المرضى من الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم، ما قد يتسبب بوفاتهم في السجون أو تدهور حالتهم الصحية بحسب ما تؤكده تقارير حقوقية. ومع تزايد وتيرة هذه الانتهاكات توفي المواطن الإيراني الألماني جمشيد شارمهت قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه في إيران بحسب ما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران
أصغر جهانجير دون الحديث عن معلومات إضافية. وفي أبرز ردود الفعل على وفاته، قال مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية أن إيران مسؤولة عن وفاة جمشيد شارمهد. وبعد التداول نبأ اعدام السياسي المعارض جمشيد شارمهد أواخر تشرين الأول أكتوبر الفائت، تفاقم الخلاف الدبلوماسي بين طهران وبرلين، حيث أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنه سيتم إغلاق القنصليات الإيرانية على أراضيها. وفي ذات السياق، كشف محامي الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي في منشور على منصة إكس عن تدهور حالتها الصحية في سجن إيفين في طهران. محامي الناشطة الحقوقية أكد أنه بعد إجراء الفحوصات تبين وجود آفة في ساقها اليمنى، ما يشتبه بإصابتها بالسرطان، وذلك أثناء تقديمه تقريراً عن الحالة الصحية لنرجس محمدي. يأتي ذلك فيما أحالت السلطات الإيرانية ملف الناشطة الحقوقية والمعتقلة السياسية بخشان عزيزي إلى المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار النهائي في حكم الإعدام الصادر بحقها، وفقاً لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية هرانا. الوكالة أضافت أن الناشطة الحقوقية لم تتمكن من مقابلة محاميها أو ذويها منذ أكثر من 120 يوماً. وفي 23 من تموز يوليو الماضي أصدرت ما تسمى محكمة الثورة في طهران حكم الإعدام بحق الناشطة بخشان عزيزي بعد توجيه عدة اتهامات لها، فيما طالبت منظمات دولية ومحلية السلطات الإيرانية بإسقاط الحكم والإفراج عنها فوراً. قتل 10 مدنيين بهجوم لقوات الدعم السريع بولاية الجزيرة وسط السودان وفق ما أفادت به مصادر محلية. وأوضحت المصادر بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما على قرية البر بوراب على بعد نحو 85 كيلومترا شمال شرق واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة، أسفر عن مقتل 10 مدنيين. من جهة أخرى، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بمقتل 23 مدنيا خلال يومين بعد معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بولايتي شمال دارفور والجزيرة. هذا واندلعت الحرب في السودان منذ نيسان أبريل عام 2023 وأسفرت عن عشرات آلاف القتلى وشردت أكثر من 11 مليون شخص، من بينهم 3.1 مليون نزحوا خارج البلاد بحسب المنظمة الدولية للهجرة. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية. وقال الجيش في بيان أن الصواريخ أطلقت من محيط سار يون بمنطقة هوانغهاي الشمالية، مضيفا أنه تبادل معلومات عن كثب مع الولايات المتحدة واليابان مع تعزيز المراقبة. وذكر خفر السواحل الياباني أن المقذوف الذي يعتقد أنه صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية قد سقط في المحيط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. ويأتي الإطلاق في أعقاب تجربة أجرتها كوريا الشمالية الأسبوع الماضي لصاروخ باليستي جديد ضخم عابر للقارات وسط تزايد التوتر بين الكوريتين. حقق الناتج الإجمالي المحلي الألماني نمواً طفيفاً خلال الربع الثالث هذا العام بفضل تزايد الإنفاق الأسري والحكومي، كما سجل مؤشر الأعمال الألماني نمواً إلى 86.5 نقطة خلال شهر أكتوبر المنصرم، ليحقق بذلك بصيص أمل للاقتصاد الألماني. المزيد من التفاصيل في التقرير الآتي.
ابتعد الاقتصاد الألماني عن شبح الركود ليحقق الناتج الإجمالي المحلي نمواً غير متوقع خلال الربع الثالث بنسبة 0.2 بعد ربع من الانكماش، وذلك بفضل الإنفاق الحكومي والأسري الخاص. تعاني الصناعة الألمانية من تراجع الطلب على صادراتها وعلى المنافسة الشرسة مع الصين، إضافة إلى أسعار الطاقة العالية والمشاكل الهيكلية والبيروقراطية. وتخبط الحكومة الألمانية يزيد من الطين بلة، حيث لا تجتمع الأحزاب الحاكمة الثلاث على فكرة واحدة. الخطة تحقق النمو لنحو نصف نقطة وتزيل البيروقراطية، وعندما لا يتم تطبيقها أو من سيقوم بعدم تطبيقها، يجب أن أتساءل كيف يمكن أن يعيق هذا الشخص هذا النمو الذي نحتاج إليه بشكل عاجل. مؤشر إيفو الاقتصادي أظهر ارتفاعاً طفيفاً لمؤشر الأعمال خلال شهر أكتوبر بعد 4 شهور متتالية من التراجع، ورغم الشكوك والتشاؤم إلا أن الاقتصاد الألماني أوقف مؤقتاً سلسلة التراجعات المتعاقبة. أنا متفائل بشكل إيجابي، ولكن يجب أن ننتظر هذا الأسبوع لأن لدينا انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية التي سيفوز فيها أحد الطرفين بفارق ضئيل، وإذا فاز ترامب على سبيل المثال فإننا سنلاحظ أن ذلك لن يكون جيداً للاقتصاد الألماني، وهذا يعني أنه ربما سيزداد عدم الإحساس بالأمان وأن يتراجع مؤشر معهد إيفو خلال شهر نوفمبر، ولكن بشكل عام على الأقل العام القادم أنا متفائل أكثر مقارنة بالعام الحالي لأنه ربما سينفق الناس أكثر، وهذا ما سيدفع الاقتصاد إلى النمو في العام القادم. من أكثر القطاعات معاناة حاليا هو قطاع السيارات، حيث أعلنت شركة فولكس فاجن كبرى الشركات الألمانية قبل عدة أيام نيتها إغلاق 3 معامل لها في ألمانيا وشطبها لآلاف الوظائف، حيث توظف الشركة حوالي 120 ألف شخص في عموم البلاد. من ألمانيا دلشاد حاجي لقناة اليوم. إلى العناوين. ملايين الناخبين الأمريكيين يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، وحظوظ المرشحين تبدو متقاربة. ضربات جوية إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة من جنوب وشرق لبنان، وحزب الله يعلن قصف مواقع في شمال إسرائيل. التلفزيون الرسمي السوري يعلن تعرض مدينة القصير بريف حمص لهجمات إسرائيلية وسط أنباء عن إصابات. طهران تعلن وفاة الإيراني الألماني جمشيد شرمهد قبل إعدامه، وتدهور الوضع الصحي للناشطة نرجس محمد. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.